عاجل، مصر تصدر تعميما لمواطنيها في قطر. ننشر التفاصيل. والمتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني يستفز المصريين بتغريدة حول نصر اكتوبر. وعاجل الآن أول تحرك في مصر ضد المحلل الشرعي. وعاجل، الحكومة تكشف حقيقة الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامنا مع رقمنة المنظومة الضريبية. وبيان عاجل من الداخلية المصرية هام منذ قليل. وعاجل، مصدر يكشف تطورات عودة الطيران بين مصر والسعودية. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. جمعة مباركة على حضراتكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. وصلونا لـ 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. وصلونا أكتر من 1000 أو 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل الآن أول تحرك في مصر ضد المحلل الشرعي. تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد الملاح الذي يدعى أنه محلل شرعي وتزوج 33 مرة. وقال صبري في البلاغ المقدم ضد المحلل الشرعي إنه بتاريخ 6 أكتوبر 2021 وعبر إحدى القنوات الفضائية ظهر المبلغ ضده ليعلن أنه محلل زواج وأنه تزوج 33 مرة ولديه المستندات والوثائق المؤيدة لذلك، وأنه يعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة المخالفة لجميع القواعد الشرعية والقانونية. وتابع في بلاغه إن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيان للرد على ما تم نشره على إحدى القنوات الفضائية قالت فيه إن زواج المرأة المبتوتة أي المطلقة 3 لتحل للزوج الأول، وهو ما يعرف بالزواج بشرط التحليل، حرام شرع باتفاق الفقهاء. فقد روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، واللعن إنما يكون على ذنب كبير. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذاك السفاح، والسفاح أي الزنا. وأحدثت تصريحات محمد الملاح الذي يعرف بالمحلل الشرعي حالة من الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تحدث عن زواجه 33 مرة بحجة الحفاظ على بيوت كثيرة من الخراب، وأنه كان يدخل بكل سيدة يتزوج بها، وأن الجهات الرسمية خاصة الأوقاف ردت رسميا على تلك التصريحات في بيان واعتبرت ما يقوم به الرجل حرام شرع، لكن المحلل له ضوابط كثيرة وأنه افتقد لأغلبها. مصدر معانا كامل الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. عاوز أعرف رأيكم بخصوص هذه المهنة. هو بيقول إن أنا مش بتقاضى عليها أجر وأنا بعملها كده لله. طبعا يعني الشيخ مبروك عطية رد عليه وقال له أنت بتعمله لوجه الشيطان، لأن هو يعتبر يعني مش عاوز يكون بفتي في هذا الأمر لأنه يعني أمر حساس، ولكن أنا شايف من وجهة نظري الشخصية إن ده يعني نوع من أنواع الزنا. أترك ليكم التعليق ورأي حضراتكم مهم بخصوص هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، مصر تصدر تعميما لمواطنيها في قطر. أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر تلقي الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمال التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة حول تصحيح أوضاع الوافدين. أفاد التقرير ببدء إعلان وزارة الداخلية القطرية تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لأحكام القانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بتحديد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للمخالفين لأحكام القانون المشار إليه، وذلك من بعد غد 11 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2021. وقال الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر إنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف خلال الفترة المشار إليها تقديم طلب التصالح بشأن مخالفة القانون إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى مركز من المراكز الخدمية التالية: مراكز خدمات أم الحلال وأم مستيم الصناعية سابقا ومسمير والوكرة والريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو التخفيض. وأشار الملحق العمالي إلى أن على الوافد مراجعة الإدارة أو المركز المذكور خلال الفترة المشار إليها من الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 7 مساء
وسوف يستفيد من تصحيح الأوضاع غير القانونية وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف في حال عدم تصحيح أوضاعه. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نبدأ مع بعض في تفاصيل خبر آخر معانا، والمتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني يستفز المصريين بتغريدة حول نصر أكتوبر. نشر المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني أفيخاي أدرعي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر 73 التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة وكان الصهيوني من جهة أخرى. وقال أفيخاي أدرعي في تغريداته: في أقدس أيام السنة وهو يوم الغفران تم الغدر بجيش الدفاع بهجومين متزامنين على الجبهتين المصرية والسورية، حقق بها المهاجمان بعض الإنجازات الميدانية في المراحل الأولى ليعود جيش الدفاع ويأخذ زمام الأمور قالبا الأمور رأسا على عقب على كلتا الجبهتين، محققا نصرا عسكريا واضحا على الجبهتين. أدرعي أضاف وقال إن حرب الغفران أو حرب أكتوبر بدأت وكانت مفاجأة لتترك تداعيات أكثر مفاجأة. هذه الحرب فتحت أبواب السلام وحولت العدو إلى صديق وشريك أساسي في صنع السلام في المنطقة، صفحة وانطوت تنذكر وما تنعاد. طبعا أفيخاي أدرعي أنا حابب إن أنا يعني نقلت البيان بتاعه بدون يعني إضافات، ولكن أنا هرد على هذا البيان المضحك. يعني هو بيقول إن إحنا انتصرنا، جيش الدفاع الكيان الصهيوني قال إن إحنا انتصر. يعني اللي بينتصر ده لازم يكسب في المعركة، اللي بينتصر ده لازم يكسب في المعركة. طب هما كسبوا حاجة؟ لا خالص، هما خسروا الأرض اللي هما احتلوها هي أرض سيناء. إحنا بقى كسبنا إيه؟ كسبنا إن إحنا رجعنا أرضنا أرض سيناء. فالعبرة بإن إحنا يعني بالمعنى الشعبي حطينا على جيش الدفاع الكيان الصهيوني وخدنا جزء من أرضنا والباقي خدناه بيعني السلام. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر المهم جدا. طبعا يعني أفيخاي أدرعي طالع بيستفز المصريين على أساس أن المصريين يعني لا يعلمون الحقيقة أو لا يعلمون ما حدث. النهاية أن احنا خدنا أرض سيناء، ما نتكلمش كتير بقى لان الكلام اللي طالع من الجانب الكيان الصهيوني مضحك ومثير للشفقة. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر. جيش مصر جيش قوي وعظيم وانتصر في اكتوبر 73 وحقق انجازات وكبد العدو خسائر كبيرة جدا. اترك ليكم التعليق واكتبوا لنا في التعليقات رسالة لأفيخاي أدرعي. المصدر معنا كان من RT. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل: الحكومة بتكشف حقيقة الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامنا مع رقمنة المنظومة الضريبية. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم نشره من أنباء حول اعتزام الدولة الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامنا مع رقمنة المنظومة الضريبية، تواصل المركز مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء، أكد أنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن أي من موظفي الضرائب تزامنا مع رقمنة المنظومة الضريبية. شددت الوزارة على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين مع العمل على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع أساليب العمل التكنولوجية الحديثة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو الاستغناء عن أي منهم، مشيرة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطة شاملة لتنمية مهارات كافة العاملين بمصلحة الضرائب بما يتواكب مع متطلبات المنظومة الضريبية الجديدة جنبا إلى جنب مع إتاحة الفرص الجديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز: مجلس الوزراء المصري بينفي أنباء نشرت عن يعني نقدر نقول يعني إشاعات إن الدولة هتستغنى عن موظفي الضرائب. هذه المعلومة أو هذا الخبر غير صحيح، وأترك ليكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الداخلية المصرية. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون تمهيدا لافتتاحه بشكل متكامل كبديل لعدد من السجون. ومن المقرر توجيه الدعوة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية لتفقد المركز من الداخل. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. طبعا يعني ما أطلقوش عليه السجن لأن هذا المركز التأهيلي يعني شيء متطور جدا، إن شاء الله هنعرف معلومات عنه في الفترة القادمة. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر.
ننتقل مع بعض لآخر خبر معانا النهاردة، وعاجل مصدر يكشف تطورات عودة الطيران إلى السعودية. علق مصدر بشركة مصر للطيران على إصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميما إلى جميع شركات الطيران بالسماح بالقدوم المباشر لأعضاء هيئة التدريس. وكشف مصدر بشركة مصر للطيران أن القرار السعودي يقرب من عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعي، خاصة أنه سمح لأعضاء هيئة التدريس المصريين ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد فضلا عن المعلمين والمعلمات المصريات في التعليم العام المتواجدون بالهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب بالسفر مباشرة للمملكة دون قيود. مصدر معانا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي المسؤول على المونتاج، تحية طيبة ليه لأنه بيتعب معانا جدا. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.